حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج خبر وبعد، وفيها نناقش ما صرح به المتحدث باسم غرفه الطوارئ الجويه التابعه لغرفه عمليات البنيان المرصوص محمد جنونو بان السلاح الجوي الليبي ينفذ يوميا بين طلعتين وثلاث طلعات استطلاعيه فوق المنطقه الوسطى لرصد تحركات الفلول الهاربه لما يعرف بتنظيم الدوله هناك. أوضح جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عمليات الاستطلاع والمراقبة تشمل جنوب مدن سرت ومصراتة وزليتن وجرزا باعتبارها مناطق أودية، مضيفا أن ذلك يتم بالتنسيق مع قوات البنيان المرصوص الموجودة على الأرض في تلك المناطق. وأكد جنونو أنه لم ترصد أي تحركات لما يعرف بتنظيم الدولة في تلك المناطق بعد الضربة الأخيرة التي وجهها سلاح الدعم الدولي جنوب بوابة الخمسين، والتي أدت إلى تدمير معسكري تدريب ومقتل أكثر من 80 عنصرا تابعا للتنظيم هناك. هذا وقد قال عضو غرفة العمليات الميدانية الخاصة في سرت الهادي درا إن نازحي المدينة من منطقة الثلاثين إلى منطقة الغربية تعادوا إلى منازلهم. أضاف درا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سرايا الهندسة العسكرية تقوم بتمشيط منطقة 700 من الألغام وبقايا المتفجرات قبل السماح للأهالي بالعودة، مشيرا إلى وجود ألغام وجثث تحت الأنقاض تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في عدة مناطق أخرى. إدراه أوضح أن عمليات التمشيط تستغرق وقتا نظرا لاستعمال سرايا الهندسة العسكرية معدات قديمة، قائلا إنه تمت مخاطبة السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتوفير أجهزة حديثة. إنسانيا، أكد رئيس لجنة الأزمة في سرت فوزي الشكربي أن برنامج الغذاء العالمي يقوم بالتعاون مع مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية بتوزيع مساعدات غذائية على نازحي مدينة سرت في مصراتة. أوضح الشكربي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المساعدات تستهدف أكثر من 2000 عائلة نازحة في المدينة، قائلا إن لجنة الأزمة تسير قوافل إنسانية بشكل شبه أسبوعي إلى ضواحي سرت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة في ليبيا. وأشار الشكربي إلى أن الهلال الأحمر القطري قدم مؤخرا مستلزمات طبية وأدوية إلى المراكز الصحية في كل من الغربيات وبوزاهية وسواوة وبهادي وجرف. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوف عبر الهاتف من مصراتة، كلا من عضو غرفة العمليات الميدانية الخاصة سرت الهادي دراه وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة مسؤول برنامج الدعم النفسي بجمعية الهلال الأحمر مصراتة فيصل جلوال. أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة، وأبدأ معك سيد الهادي، ما النتائج التي حققتها عمليات الاستطلاع الجوية والتمشيط الميداني لإزالة الألغام وأيضا باقي المتفجرات في مدينة سرت؟ مساء الخير ليك ولمشاهدي قناة ليبيا لكل الأحرار. ما قامت به قوة سلاح الجو وما يقوم به سلاح الجو الليبي من لحظة انطلاق عملية البنيان المرصوص وبالذات مسؤول الجو في الكلية الجوية، عمل دروب وعمل مستمر وهو الاستطلاع أمام القوات السابق والآن الاستطلاع ومحاولة كشف أماكن الجيوب الفارة من تنظيم الدولة الإرهابي داعش في كل صحراء سرت وفي جنوب سرت وفي كل ليبيا إن شاء الله. فقوات الاستطلاع تؤمن المنطقة، تؤمن جوا التمشيط للقوات البرية التي تقوم بمطاردة داعش وتقدم لها كل الإحداثيات والمعلومات عن أماكن تواجد هذه القوات. طيب، هل تم القبض على أي عناصر تابعة لهذا التنظيم في تلك المناطق سيد الهادي؟ زي ما يعلم الجميع سيدي الفاضل ويعلم الكل أن كل الدواعش يستعملون في الأحزمة الناسفة سواء كان داخل مدينة سرت أو خلال تواجدهم وهروبهم خارج المدينة، لأنهم في النهاية يقومون بتفجير أنفسهم، وهذا مما جعل قواتنا أو قوات التمشيط التي تقوم بتمشيط المنطقة تتعامل معهم مباشرة ومحاولة قتلهم وعدم الاقتراب منهم، وهذا الشيء يمنع من عدم مسك أي منهم أو أسر أي حد منهم.
طيب ما طبيعة تلك المناطق؟ يعني هل يستطيع عناصر التنظيم أن يختبئوا في تلك المناطق وأن يؤمنوا أماكن لهم بعيدا عن عمليات التمشيط وأيضا سلاح الجو الذي يجوب سماء تلك المناطق؟ زي ما هو معروف الجنوب الليبي او جنوب مدينه سرت هي اوديه، وتوجد بها بعض الكهوف وبعض الاماكن المختفيه، فيحاول اعضاء التنظيم الاختباء في هذه الاوديه واختباء في هذه السيوف الرمليه او اقامه بعض السواتر وبعض العمليات التضليل او التمويه من ناحيه التمويه حسب طبيعه الارض، وهذه خطط عسكريه معروفه والتنظيم يقوم بها دائما. ولكن الحمد لله قوات البنيان المرصوص التمشيط والتنشيط الجوي او التنشيط الارضي اكتشفت عده مواقع، واخر المواقع اللي ضربها التحالف الدولي بعد وجود معلومات قيمه عليها، معلومات جويه ومعلومات بريه، استطاع قصف التحالف الدولي. طيب انتقل اليك سيد المعداني. سيد المعداني، اي توصيف انساني يلخص وضع الاهالي في سرت سواء الذين عادوا اليها او النازحين من المدينه؟ والسلام عليكم، ورحب بضيوفك الكريم محمد. أهلا بك. والتوصيف هو الحقيقة توصيف لسان حاله، يقول إن اللي يخرج من داره يقل مقداره، يعني الناس تبي ترجع لبيوتها. تعرف إن المجلس البلدي من استلامه لمهامها من شهر ماضي عقد عدة اجتماعات مع كامل قطاعات المدينة، الجامعة، المستشفى، كامل القطاعات، ووصف وخرج بريبورت ورزنامة مقترحات خطة طواري رقم 1 و2 و3 تشتمل هذه الخطة على العودة السريعة لأهالي المدينة، ولكن بعد أن نأخذ الإذن إن شاء الله القوات التي موجودة على قوة المرصوص بأن هذه المناطق آمنة ولا وجود للألغام. طبعا ايضا المجلس البلدي اثرت في اطار عمله الدؤوب ولكي يوفر حياه كريمه للمواطن السرساوي، حاول بقدر الامكان الاتصال مع الجهات الرسميه المتمثله في وزاره الحكم المحلي والمجلس الرئاسي. نحن وزاره الحكم المحلي تعاطت معنا وتعاملت معنا بايجابيه، ولكن بقيه الاجسام لم نرى منها شيئا. من انتخاب المجلس البلدي لم يلتقي بنا احد. للاسف الشديد يا اخي ان الحاله سيئه جدا، لا وجود لاي اتصالات بشكل رسمي مع المجلس البلدي سرت. هناك اجسام تخلق اجسام موازيه من جمعيات خيريه ولجان ازمه للمجلس البلدي سرت، ولا نعرف ما هو السبب في خلق هذه الاجسام. الصوره يا اخي غير واضحه ولم نفهم شيء. نحن كمجلس بلدي نناشد السلطات الرسميه وبشكل رسمي، وانا كعميد بلديه سرت، ان تضع خطه وتدعم الخطه التي وضعها المجلس البلدي سرت في موضوع اعاده السكان الى مناطقهم والى بيوتهم، والى ايضا السكان الذين تدمرت بيوتهم. يا اخي هناك 5000 اسره تدمرت منازلهم، ماذا فعل المجلس الرئاسي لهذه الاسر؟ هناك نازحين في كامل ربوع ليبيا، ماذا فعل لهم؟ لماذا لم يحدد لهم موعد محدد للرجوع؟ نحن يا أخي أمام امتحان كبير جدا جدا، هذا امتحان مطلوب منا أن يتم فيه الوضع أو الاتفاق على خطة معينة من المجلس الرئاسي بالاتفاق مع المجلس البلدي لعودة الأهالي، لأن هناك مناشدات كثيرة جدا جدا من الأهالي يريدون العودة، وفعلا هناك كثير من الضواحي بدأت العودة تدريجية. طيب، ولكن نحن كمجلس بلدي نقول ان العوده يجب ان تكون نهائيه، ولا نريد حاله نزوح او حاله حرب ثانيه على مدينتنا. طيب، نناشد كل الجهات الرسميه والجهات المسؤوله الوقوف معنا لغرض اعاده السكان والوقوف مع المجلس البلدي لتبعيد خطط الطوارئ الموجوده على رزمانه شغل ان شاء الله. طيب، ساعود اليك سيد الهادي بخصوص النقطه التي اشرت اليها وهي خلق اجسام موازيه للمجلس البلدي كي نفهم هذه النقطه، لكن قبل ذلك دعني انتقل للسيد جلوال. سيد جلوال، اين يكمن العجز الذي يعاني منه الاهالي في المنطقه؟
نعم أستاذ محمد، مساء الخير لك وشكر لقناتكم الموقرة لإتاحة هذه الفرصة. أهلا بك. تعمل جمعية الهلال الأحمر الليبي على وجه الخصوص جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، منطلاقا من دورها الإنساني إلى دعم السلطات المحلية والدعم الجهات والفئات الأشد ضعفا، وعلى وجه الخصوص نازحي مدينة سرت داخل مصراتة وفي النطاق الجغرافي لمدينة سرت. هناك طبعا العديد من الاحتياجات الخاصة بالنازحين. أود أن أعطي معلومة بسيطة عن وجود أكثر من 2200 عائلة من النازحي مدينة سرت مسجلين داخل المنظومة الخاصة بالنازحين لدى الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة. هناك العديد من النواقص نتيجة لوجود النزاع أو نواتج النزاع الموجودة في مدينة سرت. هناك الاحتياجات إلى الإنسانية من الأدوية والمواد الغذائية والإصحاح البيئي والإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب وغيرها من المواد الغذائية التي يحتاجها النازحين. بالنسبة للهلال الأحمر الليبي أو جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، قامت بتسيير أكثر من 33 رحلة إغاثية من مدينة مصراتة إلى مدينة سرت، طبعا بوجود الدعم المحلي والدعم الدولي العديد من المنظمات. من أشهر هذه المنظمات أو من المنظمات التي قامت بدعم عمليات الإغاثة وتسيير هذه الرحلات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة، UNCR اللي هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدة الإنسانية. فقامت بتقديم العديد من السلال الغذائية والإضافة إلى المياه الصالحة للشرب، والقيام بالتعاون مع المجلس البلدي سرت بتسيير القوافل الطبية إلى عديد من المناطق في نواحي سرت، والآن يتم استهداف المناطق التي منها منطقة الزعفران وغيرها من المناطق السبعة. طيب واضح. لعمليات الإغاثة. واضح. نعم سيد محمد. أعود إليك سيد الهادي. سيد الهادي، هنا أي المناطق التي تعد أمنيا مهيئة لعودة النازحين في مدينة سرت؟ أولا سيد الفاضل لو سمحت أحب أن أرد على السيد عميد بلدية سرت اللي نطلب منه أنه قبل ما يطلب من الرجوع بأهالي سرت يناشد في المجلس الرئاسي بدعم عودة أهالي مدينة سرت. أنا نقول أرجو منك أنك تناشد المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي توفير معدات الهندسة لإزالة الألغام وتنظيف مدينة سرت حتى يعود أهالي مدينة سرت سالمين ومفيش أي مشاكل. لأن مشاكل أهم من عودة وهو الألغام، تنظيف الألغام والمفخات، بالإضافة إلى ذلك عندنا جرحى وعندنا مبتورين قاعدين يعانوا الآن لم يتم علاجهم بالكامل إلى حد الآن، وهذه أولويات هؤلاء الرجال الذين قاموا بتحرير مدينة سرت، لهم الأولوية في العلاج، لهم الأولوية في الاهتمام بهم، وتم ذلك الأولوية الأخرى وهي فك المفخات والألغام للزرع التنظيم الإرهابي، وللمجتمع الدولي والمجتمع المحلي لم يقف معنا لتوفير هذه المعدات حتى يتم تنظيف مدينة سرت بالكامل وبأسرع وقت ممكن حتى يعود. طيب. أهالي مدينة سرت. طيب في ظل هذه الظروف أعود إلى سؤالي سيد الهادي، يعني أي المناطق تعد أمنيا مهيئة في المدينة لعودة الأهالي والنازحين في مناطق خارج المدينة؟ غرفة العمليات العسكرية الخاصة وغرفة العمليات العسكرية الخاصة وغرفة العمليات الميدانية وضعوا خطة معينة لعودة الأهالي مدينة سرت، وهي التمشيط وفرق الهندسة. هناك فريقين من الهندسة يقوموا بالتمشيط وفك الألغام، وكل منطقة يتم فك الألغام منها وتنظيفها يعود الأهالي. فإلى حد الآن عادوا منطقة الثلاثين، وعادت منطقة الكبيبة، عادت منطقة الزعفران ومنطقة السبعة. كل الأهالي هؤلاء عادوا إلى مناطقهم ما بعد اكتشاف عديد من الألغام والمفخات فكها أبطال الهندسة العسكرية بقوات البنيان المرصوص، والآن الهندسة العسكرية تقوم بتنظيف الحي 700 والكشف عليه، وهذا الشيء يتطلب وقت ويتطلب دقة نظرا لخطورة الألغام وخطورة المفخات، لأن التنظيم هذه يزرع بها في طرق عديدة وطرق صعبة جدا. وزي ما قلت في تصريح سابق
ان قوات البنيان تنقصها كشفات الالغام والكشف على الالغام والمفخات. طيب. نطلب من المجتمع الدولي والمجتمع المحلي والكل ان يدعمنا فيه ان شاء الله، واي منطقه يتم تنظيفها وتعديلها. طيب. هناك واضح سيد، واضح سيد الادراء، واضح. اعود اليك سيد المعداني. سيد المعداني، يعني كنت قد اشرت في حديثك الى محاوله خلق اجسام موازيه لعمل المجلس البلدي او المحلي سرت، ماذا عن هذه النقطه بالتحديد ومن هي هذه الاطراف التي اشرت اليها؟ المحلي نسيت ان امسي على السيد الهادي دراه، هو الشخص المسؤول من الهلال الاحمر، والحقيقه اللي يمكن لهم كل احترام وكل تقدير، الرجال الذين ضحوا بأموالهم وأجسادهم والحقيقة من أجل تحرير سرت من هذا التنظيم. الحقيقة هم لبوا استهداف أهالي سرت بتخليصها من تنظيم الدولة، هذا التنظيم الإرهابي اللي الحقيقة كلفنا فاتورة كثيرة جدا جدا وكبيرة. نحن يا أخوي الهادي بالعكس ناشدنا المجتمع الدولي واجتمعنا بيامر المنطقة العسكرية سيد العميد أحمد بوشحمة وبالقادة الميدانيين، واجتمعنا حتى بالسلطات المحلية، وكل لقاء يجمعنا نتحدث عن ضرورة دعم غرفة العمليات بالمعدات الكاشفة الألغام لسرعة عودة الأهالي. وأنت تعرف يا أخي الهادي أنني لما نتحدث معك وللجميع وأقول أن نحن لنا أكثر من 40 يوم منتخبين، تصور لم يتحدث إلينا أي شخص من مجلس الرئاسي، لا نعرف ما هذه الأسباب، مع أن قلنا لهم إحنا هناك في خطورة كبيرة جدا جدا على رجوع الأهالي، هناك ألغام، المدينة مفتوحة من ناحية جنوبية، أنت تعرف الذي يقتلك في سرت ممكن يطلق في تجره. قلنا هذا الكلام وهذا الكلام مسؤول، قلنا يا ناس رجوع الأهالي يجب أن يكون اليوم قبل غد، ولكن هذا الرجوع يجب أن يكون رجوع إيجابي، يجب أن تؤمن المدينة من بشكل كبير جدا جدا وخاصة من ناحية الجنوب، يجب أن تؤمن مؤسسات الدولة بما فيهن الجامعة اللي فيهن 15,000 طالب. أنا لا أقدر أو لا أستطيع يا مجلس بلدي أن أرجع الطلاب وأفتح الجامعة ما دام المدينة مفتوحة. طيب من طيب واضح 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 سيد المعداني، واضح. سيد جلوال، إجمالا من أين تتلقون الدعم اللوجستي وكيف تقومون بتوزيعه؟ نعم أستاذ محمد، أود الإشارة إلى أن فرقة التقييم بجمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة لاحظت انخفاض عدد العائلات المسجلة في منظومة النازحين من 2200 إلى حوالي 1300 عائلة. هذه العائلات دلالة على رجوع هذه العائلات إلى مناطق سرت، وقد تم حصر أو تحديد هذه المناطق في الغربيات وبوهادي وجزء من جارف بالإضافة إلى منطقة الزعفران. تعمل جمعية الهلال الأحمر على جمع التبرعات المحلية والتعاون مع الجمعيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، منها جمعية الإمداد الخيرية بالإضافة إلى جمعية المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات والمنظمة الدولية منها المنظمة اليونيسيف والتي ستقوم جمعية الهلال الأحمر بالتعاون معها مع جمعية الإمداد الخيرية وجمعية المصالحة الوطنية بتقديم الإغاثة والمساعدات الطبية والأجهزة الطبية لعديد من المستوصفات وإعادة تأهيل مستشفى ابن سينا خلال الأسابيع القادمة. نعم. طيب سيد الهادي، المناطق التي تصفونها بغير الآمنة لعودة النازحين، ما طبيعة المخاطر الأمنية فيها على وجه التحديد؟ طبيعة المخاطر الأمنية سيدي الفاضل تتمثل في كثرة المفخخات والألغام. التنظيم الدولي الإرهابي زرع كل شيء، زرع المنازل، زرع المؤسسات مؤسسات الدولة. هناك طرق عديدة للألغام قام التنظيم الإرهابي بزرعها، فهذا الشيء هذه المنطقة تعتبر مناطق غير آمنة نظرا لا تتوقع اللغم من أين يأتيك. فلذلك ما زالت فرق الهندسة تحاول انتشال حتى المباني الواقعة ومحاولة تنظيف كل المناطق تنظيف كامل خوفا على أرواح أبناء سرت حتى يتمكنوا من عودة سليمة. والألغام والمفققات لا ترحم، وزي معروف
فنخافوا على اولادنا ونخافوا على الناس. فلذلك في مناطق كمنطقه رقم واحد والمنطقه رقم اثنين والكامب واغلب المناطق التي ممنوع الدخول لها الان هي كلها بسبب تواجد كثره الالغام فيها والمفخات الارضيه. وهذه الالغام ايضا ربما تشكل مخاطر حتى على حياه الجنود الذين يؤمنون هذه المدينه. طيب سيد المعداني، بعد عوده بعض الاهالي الى بعض المناطق، هل هناك اي احصائيات للعائلات التي ما زالت نازحه سواء في مصراتة أو زليتن وبني وليد وغيرهن من المدن؟ سيد المعداني إذا كنت تسمعني؟ إذن يبدو أننا نعاني من صعوبة في التواصل مع سيد المعداني، سنعود إليه في سياق هذه الحلقة. أذهب بالسؤال إليك سيد جلوال. سيد جلوال، إلى أي حد تعد المساعدات الدولية التي وصلتكم سواء من برنامج الغذاء العالمي أو الهلال الأحمر القطري أو من غيرهم، تعد كافية في هذه المدة؟ نعم، قبل أن استطرد في عملية كفاية هذه المواد الإغاثية إلى نازحي مدينة سرت أو إلى مدينة سرت على وجه الخصوص، أود الإشارة إلى أنه يتم تقييم هذه الاحتياجات دوريا لكي تلبي احتياجات النازحين من مدينة سرت. نعم، في الفترة الماضية كان هناك عجز كبير في الدعم اللوجستي الخاص بإعادة تأهيل المناطق التي تم تحريرها في مدينة سرت، بالإضافة إلى وجود صعوبة في إيصال بعض هذه المواد الإغاثية إلى المجموعات أو النازحين المستهدفين بها. ولكن في الفترة الأخيرة تم التواصل مع عديد من المنظمات المحلية والمنظمات الدولية والتي أبدت استعدادها لتوفير الدعم اللوجستي لنازحي مدينة سرت وإعادة تأهيل المناطق المحررة. طيب سيد المعداني، أعود إليك مرة أخرى. سيد المعداني، يعني بعد عودة الأهالي أو بعض الأهالي إلى المناطق، هل هناك أي إحصائيات للعائلات التي ما زالت نازحة سواء في مصراتة أو في زليتن أو في بني وليد أو غيرها من تلك المناطق؟ هو الحقيقة الإحصائيات ليست دقيقة، ولكن أقول لك أن أكثر من 50% من سكان المدينة رجعوا. يعني أنت تتحدث عن حي مثلا من طويلة تقريبا إلى أقصى شرق، وكذلك من منطقة السبعة إلى كل أقصى الغرب، يعني وتتحدث عن منطقة الغربية وتتحدث عن منطقة أبو هادي اللي هي أصلا موجودة ما نزحوش منهم إلا قليل. فالموجود الآن حي السبعمية داخل المدينة ورقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث وجزء كبير من حي الدولار، يعني أو ما يسمى بحي الوفاء. طبعا هذه الأحياء تقريبا 50%، نقول 50%، لكن يا أخي محمد طبعا أنت تعرف السكان، هذه العودة أو عودة السكان كذلك نحن ترتب علينا في التزامين، التزام داخلي والتزام خارجي. السكان اللي داخل مدينة سرت يريدوا أن يشوفوا الخدمات على الأرض. إحنا طبعا لما اجتمعنا بأصحاب محطة الوقود، اجتمعنا بالسلع التموينية، واجتمعنا بالمؤسسات الخيرية، حاولنا أن نفعل شيء. فعلنا طبعا شركة الخدمات وهي تشتغل الآن على الأرض وتنظف المدينة بشكل كامل. كذلك شركة الخدمات للمراكز الإدارية إن شاء الله بكرة عندهم اجتماع في مدينة سرت إن شاء الله مع كامل إداراتها، وسوف تفعل فندقي المدينة وفندق المهاري لاستقبال وإعادة تأهيل لاستقبال الضيوف. نحن موجودين يا أخي محمد على الأرض. طيب، أليست هناك مخاوف من عمل هؤلاء على الأرض في ظل وجود يعني مفخخات وعبوات ناسفة مزروعة في الأرض، يعني تبحث عن من ينتشلها من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك؟ لا، هو الفنادق اللي حكينا هن خارج، يعني ممكن فندق المدينة في وسط المدينة، لكن فندق المهاري يعني هو في 7 كيلو، يعني هو خارج منطقة تم تمشيطها يعني فيما سبق. والحقيقة نحن
نناشد المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. يعني الحقيقة هم في البداية لما ظهر تنظيم داعش وتواصلنا معهم دعمونا إعلاميا وحتى ماديا وقمت قوات عملية بنيان المرصوص كيف حرمت المدينة وانتشرتنا من أحضان هذا التنظيم الإرهابي وأرجعتها لحاضنة الوطن. ولكن يا أخي لماذا لا نحافظ على هذه الانتصارات؟ لماذا لا ندعم المجلس البلدي سرت ونحافظ على هذه الانتصارات الموجودة على الأرض؟ ماذا سيكلف المدينة؟ ماذا سيكلف ميزانية الدولة؟ وضحت الفكرة سيد المعداني، وضحت الفكرة. دعني أنتقل إليك أو أعود إليك سيد الهادي. سيد الهادي، من خلال الاستطلاعات الجوية وأيضا التحركات الميدانية على الأرض، هل يمكن أن توضح لنا الحدود الجغرافية التي يتمركز فيها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وحجم قواتهم هناك؟ فعلا من يوم القضاء على داعش في مدينة سرت، نفيدك علم ان غرفه العمليات العسكريه الخاصه العميد بشير القاضي وغرفه العمليات الميدانيه العميد احمد بشحمه يشتغلون ليل نهار لمطارده هؤلاء الدواعش. هؤلاء منتشرون في كل مكان في الجنوب الليبي بالكامل، في جنوب سرت وفي جنوب الليبي بالكامل، ليس لديهم رقعه جغرافيه معينه، في الجنوب، في الجنوب الشرقي، في الجنوب الغربي، يعني منتشرون ناس فارين ويحاولوا تجميع انفسهم في نقاط مختلفه في بعض المناطق بعيدة على بعضها، في بعض الأودية، في بعض الآبار، المناطق اللي قريبة من المياه، يحاولوا تجميع أنفسهم والعودة من جديد. ولكن لله الحمد قواتنا مترصدة لهم إن شاء الله وسوف لن يستطيعوا العودة بعون الله. طيب سيد جلوال، يعني من خلال وتيرة المساعدات التي تصلكم حاليا ومن ثم تقومون بتقديمها للأهالي، إلى أين يتجه الوضع الإنساني لتلك العائلات في المدينة؟ نعم، الوضع الإنساني دائما مرتبط بوجود الأماكن والمناطق الآمنة والخالية من النزاع المسلح ومخلفات النزاع المسلح. أغلب المناطق التي تم استهدافها بالعمليات الإغاثية هي مناطق إما السكان يكونون كانوا موجودين من الأصل في هذه المناطق، والآن تستهدف المناطق التي يتم النزوح العكسي إليها إلى مدينة سرت مرة أخرى أو من مدينة مصراتة والمناطق المجاورة. واضح سيد جلوال، ولكن واضح سيد جلوال، وأعتذر منك نظرا لأن الوقت وقت البرنامج قد انتهى. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد. نشكر ضيوفنا عبر الهاتف من مصراتة عضو غرفة العمليات الميدانية الخاصة سرت الهادي دراه، وأيضا عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة مسؤول برنامج الدعم النفسي بجمعية الهلال الأحمر مصراتة فيصل جلوال. شكرا لكم جميعا، وشكر الموصول لكم أنتم أيضا لمتابعتكم، ودمتم في أمان الله.